حقول الساحل، ويكثر في ساحلها الخلجان البحرية، وهي خصب لأنها كانت خصبة بالمياه الجوفية المنحدرة عبر الأودية من سفوح الجبال الشاهقة مقارنة بغيرها من المناطق الساحلية المجاورة. أول كان البيوت يسوون فيها قدوع من النخل يشرخونه تسمع ويسوونه للبيت، ويسوون من السقف هذا مثلا تقول لحم بليوت، أو يسوون دقون للبيوت ويحطوا فوق، وفوق الدقان ويجي يسوون فيها يلقطون خلق مال البحر، لا خلق ويحطون عليه مثل نقول أنت على الخلق ويش مثل طربال مثل يعني مقير، أول ما عندهم مقير هني هذا مقيرهم الخلق، ويلا يجوك انت اخوي اليوم فز عندي ابوي اعتبر بيتي اليوم اجوا تسولف انت يعني وقبه عشاء ولا وقبه غداء بدل ما تطلب 10 نفر يجوك فوق 20 نفر فزعه. هاي ظاهره التعاون يعني. تعاون، واذا بغيت من 20 نفر يجوك 50 نفر. بيت القبل هذا عند البدو بس. عند البدو بس، الحضر ما عنده بيت. أهل الساحل ما عندهم. هذا بيت القبل عند البدو. بس. مع الساحل بنيانهم عادي من طين. وكيف طريقته بيت القبل هذه؟ بيت القبل هذا مثل حفرة. وتنزل فيه. وليك هناك كلاب مثل قفل. بيت القبل هذا مثل كلاب. يجر فيه هذا مثل الكلاب هذا ويجر الغلق هذا الغلق مع بيت القبل. يلغى ويجر هذا الشكل تسمع لما تنزل تقول حفره تنزل فيها مثل الحفره هذه يعني الكمادره كان معاريس ولا زواج اول ما يزوجوا بخصب كل يزوجوا كل واحد من منطقته الحين لما صار مولانا صاحب الجلاله وتطورت البلد انتموا الناس يزوجون صار في استقرار اول بعد لما تزوج بنت انت يعني قبيله غير قبيله مثل نقول قبيله غربي او قبيله شرقي ما تحدد المكان من وصلت المكان هذا وقف إن كان هو من غربي يجوا أهل شرقي ويحدوا المكان توقف مثل القلعة هذه من غربي هني يشيل المعرس ويروحون في زهوة في طبل وبسيف وبتفق اللي وصلوا بيت المعرس اتعشوا ليهم عشاء وكلوا وكل واحد راح تسمع وإذا جاء واحد بيخطب البنت أول لابن أمها والثاني لابن أمها والثالث لأقارب يزوج فيها وداك اليوم مهر ماكو 4 ربيات ويملك القاضي ويلا سوى عرس وكله يسوي لها ويومين يوم الثالث يدف الحرمة يروح ياخذ رايلها يروح فيها مكانها الساحل ينادي وقت الاول عندنا لما يتوفي عندنا واحد وما يلبق نار في بيته ابدا اللي صارت عند الوفاه اذا صارت الوفاه عنده في البيت كل يوم 4-5 بيوت يسوقون له من الريوق من العشاء من كل شيء الجيران الجار حتى ما يطلع من العزاء 3 أيام هذه أو 4 أيام من طلع ذيك الساعة خلاص ولا هذا 4 أيام أنت تذبح هذا كل واحد مقدوره لك أول الذبائح متوفرة يعني وجبة الغداء والعشاء هذه متوفرة هذه ذبيحة يعني يعني الحيوان أول متوفر الحين متوفر لك ما مثل الأول أول عندك حيوان واحد تاخذ من الحليب اللبن الجبن الدهن الحين لا الحين يا الله كانت تطعم ولدها الشئير اول ما نشتريه اول العشب هذا ضارب وين؟ يوم يجي المطر العشب ضارب لهني الحيوان بطلته تروح ترعي وتجيك المغرب او توطي الحين مثل الحين المغرب العصر وتجيك بكره الصبح ان شاء الله الحليب ها تحلبها تسمع وتسوي لبن وتعطي جارك حد يعطيك عيش وحد يعطيك طعام وحد كل واحد حب كل واحد عنده حيوان عايش ورا حيوانه تسمع ومن يتربى ترى الناس تسمع على مقتل قيض وكذا كل واحد عنده كل شيء الحين انت عايش ويا حيوان مالك وراء البحر قداك لا عنده اسمه يروح البحر ويجيب صيد بعد يعطيه هذا شوي وهذاك شوي هذا ويعطونه راء البحر هذا وعز الشيء اكلنا وش الامه والسمك الامه من البحر نطبخ ترى والسمك والتمر قليل يوم خلصنا من الغداء جابوا لك فرده على الصارود تحلوا يعني تحلي فرده بس ماكو تمر
تمر يجينا من البصرة، تمر يجينا من إيران تكرم حتى في صفط من سمك، يجينا من إيران، تمر يجينا من البصرة، تمر يجينا من الباطنة، ما يقولون من الباطنة جرب، يجي أخشاب، بدأ أبدان تهني ويشترون التجار، يشترون التجار. في السابق كان يقال أن أساليب تربية الأبناء كانت قاسية لا يستطيع الجيل الحالي أن يتحملها، حتى أن ضرب الأب لابنه يشتد لدرجة الأذى به. ورغم قسوة عقاب الأبناء على أخطائهم البسيطة، إلا أن هذه القسوة كما يقول ضيفنا محمد الظهوري جعلت الأبناء يمشون على الصراط المستقيم، ولهذا قصة يرويها لنا يوم كان صغيرا. القصة هذه عند أبوي أعطاني نص ربية، والنص هذه يقول لي اشتري بها يعني درهم تراه، أنتين حل ترابي، وأنتين أنا لا أنا حل ترابي، وأنتين اشتري بها عيش قردة، وأنا اشتري بها سمك، والباقي تبقي أنا ونص رجع فيها. التقيت أنا ولد خالي، قلت أبوي أعطني نص ربية وراح أشتري فيها في السوق. التقى فينا واحد نقول لا القبيط هذه يشتري خبز وخمير ساخن، وأنت تسمون رأي الولاه الخبز الخبز هو يصيح يا القبيط الحالي، وأنت عدبت أحوالي ولا اشتروه ولا بكته، لا تكته احنا نشتري عندك، عندنا نص ربية عملكم إغراء. واشترى له فيها، يوم اشترى متى الحين هذا تبشير اشترى له فيها وأكلنا الأكلة ضاعت النص ربيها. الحين انتم الحين ابوي يترقي العش ويترقي السمك ويترقي حل الترابي ما جيت. جينا عند المسجد سكه السوق، مسجد عود وفي حب بارد، هالحب هذا يبرد الماي، جينا شربنا منه. يوم شربنا الماي ولا شفت ابوي محط يده هاي هالشكل عصب معصب وقاعد على الكبس، كبس كذي وقاعد عليه. قال ابوي تعال من فضلك، قال تعال هذه ربية وروح السوق اشترينا أغراض فيها. قال هذاك قلت روح روح جيب الربية تعال، اللي هو اللي معاك اللي معي ولد خالي، هذا ولد خالك ولد خالي، ورحنا جبنا الربية. كقول أول روح البيت عندني التور اليوم نطحني يعني التور اليوم نطحني، والحين أبغيك تروح تجيب الحبل من البيت وبنخرق خشم ماله زمام نسوي له، كان أهل البقرة أول شيء زمام. الحين غار قلت هاي يمكن، رحت انا اركض البيت واجيب الحبل من البيت اللي يسمونه مرص، يقولون اربطه باللوزتين تبتزن، اقول ان شاء الله. احيانا اللوزه ما تصير لا اتبت كذي الحبايه كذي، قال ربطها زين؟ قلت له نعم ابوي ربطها زين. اوكي تور بي انا ربطك انت؟ ربطنا ابوي ربطنا. قال الحين يقول له لازم اضيعت نص ربيع، ويقص لي سوق مال نخل ماكو خيزران، سوق مال نخل خضر، ودقني فيه اعطاك. وابوي بموت ابوي توبه ابوي ما اقدر اسوي الحقنا ابوي. قال ولد هذا مدومك حي، قلت تذكر هالضربه هاي. جاء واحد اسمه عبد الرحيم ولد عبد الاسم، وواحد اسمه خادم بن كورو. قال انت ولد راس مالك هالولد وتضربه؟ قال تسع رايحين وهذا فوقهم اضربه مدومه حي، يذكر هذا الضرب مدومه حي. بطلوني يعني. جت اختي، قال اختي انا بوديه بداويه شوي الملح والقزع. قال له خليه يموت هني، وفي تينه هناك وفي لوز ابيض وانا طالع مثل، ولما اشوفه هو اضني راسي خيفان منه. قال خل وانا في وسخي، خلاهم راحوا ويرد يربطني ويدلدني ورا المنقور ويسقي فيه مره ثانيه. الحين الناس راحوا يوم المنقور ترى ينزل في الطوي، ينزل احنا ما يوم يطلع اسمع واي واي بموت لا قالي يوم ركضه. قال ما بيوقف عليك هذا ولدك بيموت. قال خلي يموت مدوم حي يذكر الضربه هذه اسمع. وانا بطلوني الحين ياخذوني البيت. قال ما حد ياخذه، ما حد ياخذه، اخذوني وضعوني بمكاني. قال ابوي هو ابوكم ولد هذا مضيع نص ربيه، هذا يدري عم ضربه ابوي لهلك.
قال هذا طالع من صلبي ما ابغى يضيع. ابي والله العظيم هذا النص اكلته، اكلت في اكل، اكلت في اكل ما سويت شيء. قال وضليت بيت حلم قلالي هناك يومين، يوم الثالث يا ابوي طالع. قال احلف، قال انا اليمين ما احلف، واصي علي بعد لا اليمين تحلف ولا تشهر بالزور ولا تاكل مال اليتيم ولا تقارب ارض خير يعني مال الاوقاف، هذا لا تقاربه ابدا. كانت باني عن ابوك ان شاء الله، ورحت وصيته للحين ولا احضر على طلاق. اذا حد يفارق اخطب اخطب ولو يشتموني، اذا قال الطلاق ما احضر. وكيف بعد الضربه؟ بعد الضرب اول جاي عقب خالي صرت سيدي عقب اعطاني يوم الثاني نص ربيه استغفر ربيه، واركض رابطنا بالمصر بالغتره هذه، واركض ركيض السوق من شرق الى السوق، السوق القديم هذا، واشتري اغراض. محمد بيمون حمسكين يسمونه حم بيمون تسمع، الوالده كان يشتغل واشتري اغراض. يقول لي وش في؟ قلت ابوي بيضربني، هيا خلصني. واشتري اغراض من السوق وركيض من السوق الى البيت. سافر بحفظ الله، سافر وقت الشاه، ترجع باكر دارك الساحل يناديك. وعلى الساحل يقف حصن خصب شامخا، والذي يرجع تاريخ بنائه إلى ما يقرب من 250 سنة، فهو يقع في الجزء القديم من المدينة، وتم ترميمه عام 1990، وفي عام 2007 تم افتتاح مشروع تطوير الحصن، وهو يضم الآن متحفاً دائماً يعرض مختلف المشغولات اليدوية والعادات والتقاليد لسكان محافظة مسندم. أما في السابق فقد كان لهذا الحصن مهام أخرى، أبرزها أنه كان سكناً للوالي وعائلته. فنخة للخشاب الكبار، للأبوام، للنجات الحين ما في بندر خصب، هناك بندر لو إن شاء الله يدق الموج بسم الله عليك، يعني كل شيء ما يصير فيه شيء، واقفة ناس الأخشاب. هاي فنخة والخب تسمع وسيف غريب. أنت كانك رايح نقول ودونا سيف غريب، يوم تروح بالطرالة تروح كمزار قلوا روونا فنخة. وفي داخل منطقة خور صيبي، خور كبير. الساحل ينادي، السفن تجي برا، هذه تجي من البصرة، من البصرة، ومن تجي من إيران، من إيران، وتجي من عمان، من اللي هي شمال عمان، شمال عمان اللي هي الباطنة وصور، هذه الباطنة وهذه، ويجيبوا من صور تسمع يعني من كل شيء وياهم. وهذه يجيبون بدان، البدن بدان هذه الكبار تسمع ويجوني، ولكن عاد في القيض مكانني، لكن في الشتاء ما يضلوني، يروحوا في البندر. وايش البضاعة اللي كانوا يجيبوها؟ البضاعة حد يجيب تمر، وحد يجيب خروس، وحد يجيب من كل شيء. الساحل ينادي. الحداق على طريق الخيط هذا تسمع؟ الغزل. الغزل يعني هو خيوط الحين نايلوه. أول غزل بس. احنا يلوه، والسمك هذا اول كان على هيالي من هني الحين عصر مثل هيالي، واذا كان لخم اسوي له حلقه واسوي له انجر ان لا يسحب، واسوي له بويه يمكن ساحب تلحق هذه وين ساحبنا ويجيبونه. أول أنت مريضك تشله لبرا تعبان، الحين مريضك تشله بالطائرة، وإذا طائرة ما في عندك طريق البر تسمع، أول كل طائرة ماكو طريق بعد طائرة. الحين لما فتحت الطريق لا الحين في إسعافات وجدت المستشفيات، أي شيء دقة مرة جاك الإسعاف قدام البيت، أبوي عندي مريض شله المريض زين ما قدروا عليه في خصب، وين؟ مستشفى خولة أو مستشفى النهضة أو مستشفى مال مطرح تسمع، اللي كل واحد على نوع المرض. أول كان السيارة تودينا ب70 ريال،
أول أول 80 ريال إلى مسقط. إلى مسقط وإلى يبيت عندك مثلنا أول دوائر حكومية لا تروح حد يروح الديوان وحد يروح الأسكان وحد يروح البلدية وحد ورأس سيارة يوقف عندك إذا يوم ولا يومين يقلك ولا 100 ريال 100 ريال يأخذ عن الشخص هاي شخص كان شخص ولا شخصين تبادلنا ثلاثة أشخاص أربعة أشخاص ورحنا وأعطينا هذا زين الحين طريق عبارة العبارة العبارة راح جاي 22 ريال حال أهل مسندب هذا المسندب ولا غير ما ادري حالي وارتاحت الناس الحين كل مية يوم خمس ساعات هناك وصلت ما ترجع تقص لك هناك في مكتب وترجع العبارة هذه وانت مرتاح والامور سهلة والامور سهلة سهلت من كل شيء هدفنا هو الوصول إلى قرية كمزار أقصى قرية عمانية وتقع في أقصى شمال مسندم وسيلتنا كانت قارب صغير نبحر فيه وبصحبتنا واحد من أهالي كمزار وهو علي بن زيد الكمزاري وفي طريقنا كما يقول علي الكمزاري سوف نمر على العديد من القرى الساحلية والجزر الواقعة في الطريق من خصب إلى كمزار وفي الطريق إلى كمزار نمر على خور شم وهو خور محمي بطول 20 كيلومتر وبه العديد من القرى الساحلية التي ما زالت مأهولة بالسكان وتتوفر بها خدمات الماء والكهرباء أما الخور الآخر الذي نمر عليه بعد خور شم فهو خور غب علي الذي يقع عند مخرج مضيق خصب ويعتبر أعمق الأخوار في المنطقة التي تتميز بشواطئها النقية وهو يمثل منطقة صيد مهمة لصيادي القرى الساحلية المجاورة لهذا الخور بيوت الحياة المنطقة كان سابقا هي ترى هي عيشة كلها من البحر يعني عايشين من الله سبحانه وتعالى من البحر والمنازل اللي يستخدمونها في المنطقة وشيء من المنازل كان في الجبل بيخدمونها من نفس المنطقة البناء بروحهم من نفس المواطنين من نفس المنطقة في الجبل منازل في الجبل المنازل والبناء نفسهم يعني يبنون المنازل كان مكونين هناك يمكن حوالي 20 فرد ويجمعون مبات كلهم ويبنون مبات كلهم في يومين يخلصون البيت من البناء بيوت مختصرة يعني. بيوت مختصرة يعني بيت يعني ما ملتصقة مبات هذه فوق في الجبل هذه فوق في الجبل والناظر باتجاه رؤوس الجبال في الطريق إلى كمزار يشاهد أعمدة الكهرباء وهي تمتد من مركز الولاية في خصب وحتى كمزار مروراً على العديد من القرى الساحلية والهدف هو توصيل خدمة الكهرباء إلى كل المواطنين حتى لو كلف الأمر عبور أسلاك الكهرباء فوق قمم الجبال الكهرباء ممتدة من خصب من خصب المحطة في خصب وموزع للمناطق من خصب جاي لين ما يوصل كمزار في الجبال كلها من خصب يعني واصل حبلين وخور حبلين وواصل خور الصيبي وخور الشمو اللي نحن فيها الحين وفي مناطق اللي صوب الشرق بعد كان في خور حبلين وطالع شابوس وبلد وشيصة ورايح لين ما واصل شو اسمه كمزار غب علي وقبة وغرمو ولين ما واصل كمزار كلها فيها كهرباء الحمد لله وخط واحد من فوق الجبال يجي من فوق الجبال صعب كان عملية توصيله العملية هي طائرة العمود تجيب شو اسمه العمود الكهرباء وفيها هنود كان يحفرون هنا قبل هو والطائرة بتجي وتنزل لهم شو اسمه العمود ويمسكون العمود ويثبتوه يعني في الجبال كلها في الجبال يعني الحين هذه أعمدة الكهرباء على رؤوس الجبال ولما يوصل فوق المناطق اللي فيها سكن بينزلون في المنطقة يوزعون لهم كهرباء والمناطق اللي ما فيها سكن خلاص تخطف عليه بس ان العواميد بس في الجبل ولو منطقه فيها بيتين وبيت واحد لازم بيوصل لهم الكهرباء